التجاعيد اللي بتظهر في الجبهة وحوالين العين اللي هي التجاعيد التعبيرية. في ناس بتتخيل ان هي لما هتروح تعمل تجميل في الحتة دي او في الحتة دي ان ده هيخليهم بعد كده ما يبقاش عندهم تعبير، يعني وهي بتعيط تبقى زي ما هي، او هي عايزة تكشر، عايزة يا ستي تكشر في وش جوزها، عايزة تعاقب العيال، عايزة تعمل اي، ان الحاجات دي ما بتديهاش التعبير ده. هل ده صح؟ ولا ده بيعتمد على الكمية اللي بنحطها؟ ولا ده بيعتمد على شطارة الدكتور نفسه؟ طبعا على الدكتور ان هو يقيم الحالة، لان مثلا الراجل بيحتاج كميات اكتر من البوتوكس، الست بتبقى محتاجة كميات بسيطة قوي. وبرضو انا بحب دايما ان انا وانا بعالج ان انا اسيب لها مساحة للتعبير، يعني ان هي يبقى في اكسبريشن. انت قلتي دلوقتي الراجل بيحتاج كميات اكتر من البوتوكس، الضعف لعضلاته بتبقى اقوى، العضلات قويه، العضلات وش الراجل عامه اقوى من الست. اوكي، بس ما فيش الكلام ده اللي هو التعبيرات، انا عامله بوتوكس اهوت، انت شايفاني بعرف اعبر ولا ما بعبرش؟ طيب بصي الصوره دي هنا ست، يعني اولا شكلها صغر خالص طبعا، يعني في بتاع مثلا ايه 10 سنين كده باينين. اكيد طبعا، اكيد طبعا. وحتى اللي جوه اللي عند المناخير من جوه اللي هي او عند العينين ومقابله المناخير دي برضه تماما طبعا بالبوتوكس. وطبعا ايه بتضحك عادي، بس بتضحك من غير خطوط او من غير تجاعيد، فهو الموضوع طبيعي تماما. يعني تاني الرجاله اكتر بتهتم بال111 مش كده؟ عشان ما يبقاش ليه لوك اللي هو السيريس على طول. بصي الحاد طبعا ال111 فعلا اختفت تماما، لطيفه يعني موجوده بس لطيفه، مش شكلها يعني منفر مثلا بالنسبه لنا. لا، وفي حته كمان فوق الحاجب. الله، ايه ده، ايه الرواقه دي؟ بصي تحسي ان الصوره يعني راقت، شلتي من عليها كده طبعا. حلو قوي قوي طبعا. ده برضو عليه خصومات 30%. هنا بنستعمل بوتوكس مش كده؟ لا طبعا لازم بوتوكس. وقلت الكلام ده اكتر من مره يا جماعه، الخط وانس اتحفر مفيش اي كريم في العالم بيخليه يرجع يملى تاني. يعني انت تروحي كل سنه تعملي حقنه ولا تفضلي تحطي كريمات الى ما لا نهايه؟